نظمت وزارة الداخلية ندوة تحت عنوان الوعي العام أحد دعائم الاستقرار الوطني، وذلك بمقر مركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة. جاءت الندوة بحضور نخبة من قادة الفكر والرأي وإعلاميين وذوي الهمم وطلبة جامعات وخبراء متخصصين وطلبة الكليات العسكرية وكذلك طلبة كلية الشرطة. نظمت وزارة الداخلية بمقر أكاديمية الشرطة بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة 71 ندوة تثقيفية بعنوان الوعي العام أحد دعائم الاستقرار الوطني، بحضور قادة الفكر والرأي وإعلاميين والخبراء المتخصصين في هذا الشأن وكذا شباب الجامعات وعدد من ذوي الهمم وممثلين عن عدد من وزارات الدولة وطلبة الكليات العسكرية وكلية الشرطة. وتأتي من منطلق الأهمية القصوى التي توليها الوزارة لقضية رفع الوعي العام لمواجهة المخاطر والتحديات التي تواجه الدول. الندوات والفعاليات مهمة جدا، والمكون الرئيسي فيها اللي بشوفه كل مرة الحقيقة هو مكون الشباب، ويمكن أيضا بندعو أن يكون في مكون للنشء موجود أيضا في هذه الندوات. ورشة العمل في هذا اليوم حقيقة عملت على إحياء قيمة المواطنة وعلى التركيز والتعريف بقيمة الوطن، الوطن قيمة حضارية عليا. شهدت جلسات الندوة تأكيدا على أهمية تكاتف جهود مؤسسات الدولة لرفع الوعي العام للمواطنين لإحباط المخططات التي تهدف لإسقاط الدول والتي تعتمد على تزييف الوعي ونشر الشائعات والتشكيك في الثوابت الوطنية، ما يستدعي معه تكثيف جهود التوعية بتلك المخاطر من خلال الفن والإعلام والثقافة وغيرها من الأدوات. الندوة دي أهميتها الحقيقة جاي في توقيت مناسب، لأن النهاردة خلاص احنا بقينا في قرية صغيرة زي ما بيقولوا، الميديا ما بتوصل لي في بيتي في تليفوني في تلفزيوني، خلاص المعلومات المغلوطة وغير المغلوطة بتجيلي. الفن دوره انه يوعي بشكل دائم. ايضا تناولت هذه الندوة دور الدراما في تنمية الوعي وتنمية وعي المجتمع المصري بكافة التحديات التي يواجهها المجتمع. حقيقة كل المؤسسات عرضت تجاربها في تنمية الوعي، وأيضا الخبراء أضافوا العديد من التوصيات التنفيذية المهمة. الندوة تأتي امتدادا لسلسلة من الندوات وورش العمل التي تحرص وزارة الداخلية على تنظيمها لرفع الوعي المجتمعي لكافة فئات المجتمع لتحصين الفكر ضد كافة الأفكار الهدامة والشائعات مع تعظيم قيم الولاء والانتماء. دور مهم جدا بتقوم به وزارة الداخلية من خلال الندوة بتاعة النهاردة، وعموما يعني بوجه عام في عدد كبير من ورش العمل والمؤتمرات اتعملت قبل كده بخصوص رفع الوعي أو بمناقشة قضية الوعي، بس من جوانب مختلفة جدا. الوعي بإيه؟ ده الفكرة. فكان في كل مرة وفي كل ورشة وفي كل ندوة بنشوف الوعي بحاجة جديدة، الوعي بآليات جديدة. احنا كطلاب جامعة يهمنا دايما ان احنا نكون فاهمين عشان نقدر نكون سفراء للوعي اللي مش فاهم. تخللت جلسات الندوة عرض فيلم تسجيلي أعدته وزارة الداخلية حول جهودها في عقد ورش العمل للارتقاء بالثقافة المجتمعية والتوعية بمخاطر حروب الجيل الرابع لهدم الأوطان. وقد أثمرت الندوة عددا من التوصيات أبرزها تضافر جهود أجهزة الدولة ومؤسساتها الحكومية وغير الحكومية لرفع الوعي لكافة فئات المجتمع وخاصة الشباب. احنا بنلبي دعوة الرئيس، الرئيس فعلا لما قال معركتنا معركة وعي، فعلا معركة وعي، لأن الشاب الواعي يقدر يحافظ على الجمهورية الجديدة، يقدر يحافظ على المكتسبات اللي الدولة بتحققها دلوقتي. وزارة الداخلية بتقوم بدور توعوي وهو بناء الوعي. يمكن لما سيادة الرئيس نادى ببناء الوعي الرشيد، احنا محتاجين بناء وعي مستقيم، بناء وعي ينشر فكر وسطي مستنير في ربوع المجتمع المصري. تقاس تماسك الشعوب وتماسك الأوطان بدرجة الوعي بتاع شعوبها، والحقيقة اللي بتعمله النهاردة وزارة الداخلية وأكاديمية الشرطة الحقيقة في موضوع في منتهى الأهمية، والمفروض أن يعني تتشارك فيه كل المؤسسات. رفع الوعي لحفظ أمن الأوطان هو ما تسعى إليه وزارة الداخلية لتشكيل حائط صد مجتمعي ضد كافة الأفكار الهدامة التي تستهدف مقدرات وأمن الدول. فبناء الأوطان يبدأ ببناء وعي الإنسان بقيمة هذه الأوطان والحفاظ عليها. رفع الوعي العام لدى المواطنين أحد ركائز الاستقرار الوطني، من هنا كان حرص وزارة الداخلية على إقامة الندوات وورش العمل المختلفة التي تستهدف فئات المجتمع لتوعيتهم بمخاطر الشائعات وكذا التشكيك في الثوابت الوطنية
ما يخلق مجتمعا واعيا قادرا على التصدي لتلك الشائعات. عبد الله بركات، التلفزيون المصري.